نعم. فضيلة الشيخ عبد الله كامل أيضا لا ننسى له الأناشيد التي أنشدها في حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أنشودة هل حقا صليت عليه كانت لها شهرة واسعة، فماذا تقول عن هذا الأمر يا أستاذ سعيد؟ نعم والله يكفي فخرا وشرفا أنه يعمل قصيدة بالجمال ده والناس كلها ترددها، يكفي فخرا. إن شاء الله نحسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصيدة. كمان في رؤية لأحد العلماء اتصل بالشيخ بتاع مسجد التوحيد وقال له إن شفت رؤية إن الشيخ عبد الله كامل كان بيصعد المنبر، ومنبر عالي جدا وطويل جدا، فضل يصعد 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 لآخر درجة. الله. والتف حوالين الناس ودوشه للناس وقال ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني. فسبحان الله، يعني كل دي كرامات وكل دي علامات على صلاح هذا الرجل رحمه الله. محبة كبيرة للشيخ عبد الله كامل، يعني هو مشهور واشتهر أكثر وأكثر بعد وفاته، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ نعم نعم، يعني هو يستحق والله الشهرة، ويستحق أكثر من ذلك بكثير. لأن الشيخ عبد الله كامل، أنا كنت مستغرب لما حد يقول أنا ما أعرفش الشيخ عبد الله كامل، إزاي عم تعرفوش، إزاي ما عداش المقاطع، مقاطع اللي كان بيقراها عن الموت، سورة الواقعة وبعض الصور القصيرة أو الطويلة، كان في تأثير كبير جدا. المقاطع اشتهرت جامد جدا حتى بعد وفاته، اللي ما كانتش بعض الناس ما كانش يعرفها. طبيعي جدا انها تشتهر، طبيعي جدا واحد بيقرأ بروح، بيقرأ بإخلاص، يعني ده أهم شيء في الموضوع. بجانب حلاوة صوته الجميل، في روح كبيرة جدا في القراءة، فطبيعي جدا ان هو ينتشر بهذه الصورة واكثر. يعني رائع، ربنا يجزي عننا كل خير يا رب، ربنا يجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب.